مرحبا، معكم رزان، موظفة خدمات المشتركين من شركة زن. اليوم رح نتعرف على كيفية ضبط إعدادات الـ MMS لجهاز نوكيا لوميا. خلينا نبلش. لضبط إعدادات الـ MMS نختار من الشاشة الرئيسية إعدادات. من هون مننزل لتحت على الخيار الأخير نقطة الوصول. نختار الخيار إضافة. نتأكد بتعبئة البيانات التالية. بنبلش باسم الاتصال، بنعبي MMS ومننزل لتحت نختار اسم نقطة الوصول الخاص بالـ MMS وكمان بنعبيها MMS. بعد هيك اسم المستخدم بنعبي زين، وكلمة المرور كمان زين. عنوان الوكيل 192.168.55.10. منفذ الوكيل بنعبيه 80. عنوان MMSC بنعبي HTTPS نقطتين فوق بعض عمودين مائلين MMS.jo.zain.com. بعد هيك منختار الخيار اللي عليه الصح ومنضغط عليه. من هون منختار موافق. نتأكد انه تكون عندنا نقطة الوصول نزلت بالصفحة بهذا الشكل. نضغط عليها بشكل مستمر ونختار تنشيط. نستنى عليها لغاية ما تظهر عندنا نشطة بهذا الشكل. بتمنى هالخطوات تكون ساعدتكم ونالت رضاكم. شوفونا دايماً على شبكات التواصل الاجتماعي واستنونا بحلقات جديدة. شكراً لمتابعتكم.